يا صباح الخير على كل مشاهدي ومتابعي قنوات اون تايم سبورتس في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده من حلقات صباح اون تايم، اكيد هنكون بنناقش فيها وبنحلل فيها وبنستعرض اهم واخر اخبار الساحره المستديره والرياضات الاخرى على المستوى العالمي والمستوى المحلي. اكيد صباح الخير يا اللي معانا. صباح الفل على حضراتكم مرة تانية، وهنبتدي النهاردة كلامنا مع الدوري المصري الممتاز، دوري النايل. امبارح أقيمت مباراتين في إطار ختام الجولة الأولى من عمر دوري النايل. المباراة الأولى كانت بتجمع ما بين الإسماعيلي وغزل المحلة واحتضنها ملعب الإسماعيلية، وانتهت بالتعادل السلبي بدون أي أهداف بعد أداء ولا أروع ولا أجمل من الفرقتين، خصوصا طبعا نادي الإسماعيلي واللي قدم مباراة حلوة قوي قوي، وكان برضو قريب جدا إن هو يسجل في مرمى عامر حارس مرمى غزل المحلة، وللاعب ناقص لاعب في الربع ساعة الأخيرة من عمر اللقاء. والأجمل أكيد في المباراة دي كان الحضور الجماهيري، وكان الالتزام كمان الجيد جدا من الجماهير ومن اللعيبة كمان، وفي المجمل هو أداء جيد من لعيبة الإسماعيلي ومن لعيبة غزل المحلة ومن الثنائي كمان كابتن حمد إبراهيم وكابتن أحمد عيد مدرب فريق غزل المحلة. أما المباراة الثانية فكانت بتجمع ما بين النادي الأهلي مع فريق سيراميكا كليوباترا واحتضنها ملعب السلام، وهي طبعا أفضل مباراة في الجولة بلا منافس، وانتهت بفوز كبير جدا للنادي الأهلي، نتيجة كبيرة، نتيجة 5-2. فريق سيراميكا كليوباترا قدم شوط أول مثالي ونجح إن هو يوصل لمرمى الحارس المتألق جدا 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 محمد الشناوي أكتر من مرة، يمكن 4 أو 5 مرات، برغم إن الشوط انتهى بتقدم النادي الأهلي بنتيجة 2-1. سجل في البداية حسين الشحات في أول 3 دقايق من خطأ كبير أكيد كان من مدافع فريق سيراميكا كليوباترا أحمد رمضان بيكهام، وبعديها عدل سيراميكا كليوباترا النتيجة وسجل أحمد بالحاج من ضربة جزاء وصنعها المتألق محمود زلاكة، وبعد كده سجل قبل نهاية الشوط الهداف الكبير أكيد وسام أبو علي الهدف الثاني من تسديدة اصطدمت بالحائط وبعد كده سكنت في شباك محمد بسام. ولكن بقى الشوط الثاني ضيع لعيبة سيراميكا كليوباترا أكتر من انفراد، تصدي ليهم أكيد الحارس الكبير محمد الشناوي. في الشوط الثاني سجل النادي الأهلي 3 أهداف، وده كان عن طريق وسام أبو علي وبعد كده حسين الشحات وبعد كده طاهر محمد طاهر في الدقائق 46 و60 و72. وبعد كده سجل أحمد قندوسي هدف فريق سيراميكا كليوباترا الثاني قبل النهاية ب10 دقائق. أكيد تفوق فريق سيراميكا كليوباترا في الشوط الأول، ونجح النادي الأهلي ومديره الفني كابتن مارسيل كولر إن هو يفرض شخصيته الكاملة على المباراة في الشوط الثاني، وفاز على نادي فريق سيراميكا كليوباترا بخماسية مقابل هدفين في افتتاحية مباريات الفرقتين في دوري النايل. وكان أكيد يقدر النادي الأهلي إن هو يخرج بفوز أكبر، وأكيد طبعا يعني الفوز ده بالنسبة للنادي الأهلي هو الأكبر في الفترة اللي فاتت دي في مسابقة الدوري. كان يقدر كمان النادي الأهلي زي ما قلت لحضراتكم إن هو يسجل 6 أو 7 أهداف، لأن دفاع فريق سيراميكا كليوباترا كان بعيد تماما امبارح عن مستواه المعروف عنه. كمان خليني اقول لحضراتكم سريعا تشكيل المباراه اللي ابتدى بيه النادي الاهلي. مستر مارسيل كولر بدا المباراه دي بتشكيل كان في حراسه المرمى محمد الشناوي وصاد يحيى عطيه الله، يوسف ايمن، رامي ربيعه، اكرم توفيق، وفي الوسط كان في احمد نبيل كوكا، امام عاشور، مروان عطيه، وبعدين الثلاثي حسين الشحات، وسام ابو علي، وطاهر محمد طاهر. وفي الشوط الثاني نزل خالد عبد الفتاح مكان يوسف ايمن، ونزل كمان محمد مجدي قفشه مكان احمد نبيل كوكا.
كوكا ونزل بيرسي تاو مكان حسين الشحات، عمرو السوليه كمان نزل مكان امام عاشور، ورضا سليم نزل مكان طاهر محمد طاهر. الف مبروك للنادي الاهلي، مكسب مستحق جدا جدا في اول مباراه ليه في الدوري المصري الممتاز او في دوري النايل، وهارد لك اكيد لنادي سيراميكا كليوباترا، عندهم سكواد قوي جدا، لكن هم محتاجين يعني يكون عندهم او يكون في الفريق شخصيه اقوى وجراه اقوى هجوميا بشكل منظم اكيد قصاد مرمى المنافس. فيعني هنرجع مره تانية اكيد لدوري النايل، مره تانية لمبارياته يوم الخميس يوم 7 نوفمبر ان شاء الله عشان نبتدي منافسات الجوله الثانيه، وبعد كده زي ما انتم عارفين هيكون في توقف. تعالوا بقى نروح لموضوع تاني، بما اننا خلاص دخلنا بقى في اجواء دوري النايل وخلصنا كمان الاسبوع الاول او الجوله الاولى من الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي الموسم الاستثنائي، فعايزه اتكلم عن اللعيبه الكبار في السن اللي لسه مكملين معانا لحد دلوقتي في المسابقه، والامر الايجابي ان معظمهم او يمكن يعني كلهم سجلوا حضور كويس جدا جدا في المسابقه، وده اكيد بيثبت نظريه يعني مهمه جدا ان العمر هو مجرد رقم، هو مجرد خانه في البطاقه. ولو بصينا للنظريه دي في اوروبا فهنلاقي نجوم كبار جدا لعبوا لحد سن ال 38 وال 39 وال 40، واكيد على راسهم الهداف الكبير جدا زلاتان ابراهيموفيتش، والهداف الايطالي انزاجي، والنجم الشهير جدا توتي، نجم الايفواري دراجبا، وحاليا اكيد الدون كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، كلهم نجوم كبار جدا وكسروا حاجز ال 37 وال 38 وتألقوا وتوهجوا في ملاعب كرة القدم. طيب تعالوا كده نشوف أكبر اللعيبة سنا في دوري النايل في الموسم الحالي. بيتصدر القايمة دي حارس مرمى فريق بيراميدز شريف إكرامي. شريف إكرامي دلوقتي عنده 41 سنة. شريف إكرامي من اللعيبة اللي عندهم إصرار كبير جدا على النجاح وعلى الاستمرارية، وهو ده اللي أكيد إحنا شايفينه. وكمان بيجي بعديه على طول مدافع فريق الجونة نور السيد. نور السيد عنده 40 سنة، ويعني أكيد نور السيد هو لاعب عنده تاريخ كبير جدا في دوري المصري الممتاز أو دوري النايل بالمسمى الجديد، لاعب لنادي الزمالك فترة مهمة جدا في مشواره، وفي الموسم اللي فات كمان لعب معظم المباريات مع نادي الجونة، ويمكن كان سبب كبير جدا في بقائه في الدوري المصري الممتاز. كمان حارس مرمى نادي سموحه الهاني سليمان. الهاني سليمان دلوقتي عنده 40 سنه، واحد من الحراس المميزين جدا في المسابقه، لعب المباراه الاولى لنادي سموحه قصاد حرس الحدود فاز 3-1، وسبق قبل كده ولعب لفترات طويله جدا لنادي الاتحاد السكندري. كمان بيجي النجم برضو المتالق عبد الله السعيد اللي عنده 39 سنه في الوقت الحالي، بيقدم موسم مميز جدا 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 مع نادي الزمالك، لعب الموسم اللي فات ده من بداية فترة الانتقالات الشتوية، ظهر كمان في الفترة الأخيرة بمستوى يعني أكتر من جيد مع المدرب جوزيه جوميز، ووصل كمان رصيده التهديفي للهدف رقم 130 في مسابقة الدوري المصري الممتاز. كمان النجم محمود عبد الرازق شيكابالا. محمود عبد الرازق شيكابالا او شيكابالا عنده دلوقتي 38 سنه، لان هو من مواليد سنه 1986، ولسه ليه دور اكيد كبير جدا مع نادي الزمالك، حتى لو مش بيشارك بشكل اساسي وشكل مستمر، لكن هو دايما بيكون متواجد مع الفريق، والتواجد بتاعه ده بيكون دايما ايجابي، وشفنا المدير الفني جوزيه جوميز بيعتمد عليه في اكتر من مباراه بقى، سواء احنا بنتكلم في بطوله الدوري المصري الممتاز او كمان في بطوله كاس الكونفدراليه الافريقيه واللي فاز فيها نادي الزمالك. كمان من اللعيبه اللي برضو تخطوا سن 37 المدافع المميز جدا، يعني انا فشهادتي مجروحه اكيد، رامي صبري لاعب فريق فاركو، هو مواليد 87. رامي واحد اكيد من المدافعين اللي عندهم يعني تاريخ كبير في الدوري المصري الممتاز وفي الكوره المصريه، عنده استمراريه جيده جدا وليه تاريخ كبير جدا وتاريخ مميز جدا تحديدا اكيد مع نادي انفي، لعب لي فتره طويله، سجل اكتر من 30 هدف، وده رقم بيكون مميز جدا للاعب مدافع. طبعا هو دلوقتي في مرحله التعافي من الاصابه، ان شاء الله يكون بيرجع مره تانية لفريق فاركو. يمكن في سنه من السنوات كان من اكتر اللعيبه او المدافعين حوالين العالم تسجيلا للاهداف تحديدا، يمكن في سنه 2021. كمان الحارس احمد عادل عبد المنعم حارس مرمى النادي الاسماعيلي اللي برضه عنده
دلوقتي 37 سنة، لأن هو برضو من مواليد 87، كان حارس أساسي مع الفريق الموسم اللي فات، لعب برضو لفترات طويلة مع النادي الأهلي، أكيد الكل يعني يفتكر الفترة دي. عندنا طبعا أكتر برضو من لاعب عنده 37 سنة كمان، مهدي سليمان حارس مرمى الاتحاد السكندري، برضو هو مواليد 87 وبيقدم أداء رائع وبينضم للمنتخب في الفترات اللي فاتت دي، ويمكن ابتدى ان هو ينضم للمنتخب بعد ما تخطى ال 37 سنة. كمان عندنا برضو أكتر من لاعب يعني تخطى خلاص ال 34 وال 35 وال 36، كلهم ما شاء الله لعيبة مميزة جدا جدا مع أنديتهم، وأكيد على رأسهم كمان الحارس الدولي محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، ومحمد سمير برضو مدافع فريق زد، وباسم علي لاعب مودرن سبورت، سعد سمير كمان مدافع فريق سيراميكا كليوباترا، علي لطفي حارس نادي زد، علي جبر برضو مدافع نادي بيراميدز. حبينا ان احنا بس يعني نلقي الضوء على الملف ده، لان الاستمراريه في التواجد في الملاعب امر مهم جدا ومش سهل ابدا على لاعب كره القدم. مهم جدا ان الرساله دي تكون بتوصل للاجيال الجديده اللي لسه بادئه مشوارها في الكوره، تشوف النماذج الناجحه جدا من اللعيبه الكبار. وبرضو يعني كلمه كبار دي معناها ان هم كبار في الموهبه، كبار في الأداء، كبار في اللعب قبل طبعا المرحلة العمرية. وده مش بس بالنسبة للناس اللي بتكون بتبتدي مشوارها في كرة القدم، ده بالنسبة أكيد لأي شخص بيبتدي في أي مجال تاني. دايما بنقول إن كرة القدم بتبعت لنا رسائل كتير جدا في شتى مجالات الحياة، عشان بس نثبت ونتكلم مرة تانية وتالتة ورابعة إن العمر هو مجرد رقم. امبارح برضو كان يوم مميز جدا جدا بالنسبة للمحترفين المصريين في أوروبا، وده في الدوري الإنجليزي. أكيد شفنا تألق كبير جدا لمحمد صلاح، وكان العادة وأثبت أنه هو يعني مفيش مجال للشك أن خروجه من قائمة أفضل 10 لعيبة في أفريقيا لسنة 2024 هي حرفيا يعني ممكن نقول عليها أن هي نقطة الموسم. صلاح امبارح بيقود ليفربول عشان يفوز فوز غالي جدا أكيد على برايتون، وكانت النتيجة 2-1 بعد ما كان متأخر بهدف دون رد. سجل محمد صلاح الهدف الثاني عشان يرفع عدد أهدافه في الدوري الإنجليزي عبر التاريخ ل 164 هدف، وكمان يصعد مع ليفربول مرة تانية لقمة الدوري الإنجليزي، ورصيده هو 25 مقابل 23 نقطة للمان سيتي، واللي خسر قصاد بورنموث بنتيجة 2-1. رفع محمد صلاح عدد الأهداف الخاصة به في الموسم الحالي ل7 أهداف، طبعا ده رقم مميز جدا. تعالوا نشوف أرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي قال إيه بعد فوز فريقه امبارح، ونرجع نكمل معاكم مرة تانية. خسارة المان سيتي امبارح قصاد بورنموث بهدفين كانت السبب في تراجع ترتيب الفريق للمركز الثاني في البريمير ليج، خصوصا كمان بعد فوز فريق ليفربول. فتعالوا نشوف باب جوارديولا المدير الفني للمان سيتي قال ايه بعد المباراة دي، وايه كمان الاسباب الخاصة بالخسارة في رأيه، ونرجع نكمل معاكم مرة تانية. وفي إطار أكيد متابعتنا لمحترفين في الدوريات الأوروبية، زي طبعا ما شفنا تألق كبير جدا للاعب المصري محمد صلاح، أكيد كان في برضو تألق كبير جدا للاعب المصري اللي بيلعب في الدوري الإنجليزي، أكيد لاعب الوسط سام مرسي مع فريق إبسويتش تاون، وقادوا لتعادل إيجابي مع فريق ليستر سيتي بنتيجة 1-1. صنع سام مرسي هدف فريقه الأول، واللي سجله ديفيز قبل طبعا ما عادل الغاني جوردن ايو في الثواني الاخيره لفريق ليستر سيتي. بالنسبه بقى للدوري الالماني، واصل النجم عمر مرموش توهجه في البونزليجا وسجل هدفه رقم 10 عشان يتساوى في صداره هدافين الدوري الالماني مع النجم الانجليزي هاري كين. امبارح مرموش سجل وصنع في فوز فريقه انتراخت فرانكفورت على بوخوم بنتيجه 7-2، نتيجه كبيره جدا، ورفع رصيده من النقاط للنقطة ال 17. وفي فرنسا نجح المدافع الدولي المتألق محمد عبد المنعم ان هو يشارك في فوز فريقه نيس بهدف دون رد على فريق ستاد بيرست. ألف مبروك لمحمد صلاح، لمرموش، سام مرسي، واكيد ان شاء الله يكون في نجاح ويكون
يعني مستويات أفضل وأفضل لكل محترفين المصريين في الخارج، دايما يكونوا بيرفعوا اسم مصر عالي في كل المحافل والبطولات والمسابقات اللي بيشاركوا فيها. أما بقى عن أبرز نتائج مباريات امبارح، فنيوكاسل قدر أن هو يحقق الفوز على الأرسنال بهدف نظيف ويرفع رصيده للنقطة 15 في المركز التاسع. تعالوا نشوف إيدي هاو مدير الفني لفريق نيوكاسل قال إيه بعد الفوز، ونرجع تاني نكمل مع حضراتكم. وعلى الجانب الآخر، خسارة الأرسنال بعدته بعض الشيء عن المنافسة على القمة في البطولة، وكمان توقف رصيده عند النقطة 18 في المركز الرابع. فتعالوا نشوف ارتيتا المدير الفني للأرسنال قال إيه بعد الخسارة دي، ونرجع نكمل معاكم تاني. النهارده هيكون عندنا عدد كبير من المباريات في الدوريات الاوروبيه، فتعالوا نشوف التقرير ده عن ابرز واهم المباريات ونرجع تاني. تعالوا نروح مع حضراتكم لابرز مباريات النهارده في الدوريات الاوروبيه. هنبتدي مع البريمير ليج الساعه 4، توتنهام هيكون على موعد مع استون فيلا، والساعه 6:30 المان يونايتد هيكون على موعد لمواجهه فريق تشيلسي. أكيد مواجهة كلاسيكو كبيرة هتجمع ما بين المان يونايتد وتشيلسي. مانشستر يونايتد بيحتل في الوقت الحالي المركز 13 في البريمير ليج ورصيده من النقاط 11 نقطة، وتشيلسي هو في المركز السادس برصيد 17 نقطة. تعالوا نشوف إنزو ماريسكا مدير الفني لفريق تشيلسي بيقول إيه قبل مباراة النهاردة، وكلامه كمان عن لعيبة الفريق، ونرجع نكمل معاكم تاني. ومن البريمير ليج نروح معاكم لابرز مباريات الليجا الاسبانيه. النهارده هيكون في لقاءات مهمه جدا في الجوله ال 12 من عمر الدوري الاسباني. الساعه 3 هيكون في مواجهه هتجمع ما بين اتلتيكو مدريد ولاس بالماس، والساعه 5:15 برضه هتكون في مواجهه اخرى هتجمع ما بين برشلونه واسبانيول. طبعا مواجهة مهمة جدا اللي هتكون بتجمع اتلتيكو مدريد مع لاس بالماس. اتلتيكو مدريد دلوقتي بيحتل المركز الخامس ورصيده 20 نقطة وبفرق 10 نقط كاملين عن برشلونة المتصدر ب 30 نقطة في مواجهة صاحب المركز ال 18 لاس بالماس. فتعالوا نشوف ديجو سيميوني المدير الفني لفريق اتلتيكو مدريد قال ايه عن المباراة دي، ونرجع تاني. المباراة الثانية في مواجهات النهاردة في الدوري الأسباني أو ليجا الأسبانية هتكون ما بين برشلونة المتصدر وإسبانيول صاحب المركز ال 17، فتعالوا نشوف هانس فليك المدير الفني لنادي برشلونة قال إيه قبل اللقاء ده. ودلوقتي يعني برضو في إطار متابعتنا للدوريات الأوروبية، قبل ما نسيب الملف ده بينضم لينا عبر الهاتف المحلل الرياضي محمد عادل. يا صباح الفل عليك، أكيد منورنا في صباح أون تايم. شيما صباح الفل، وصباح الفل على كل مشاهدي أون تايم في كل حتة. أكيد إحنا عندنا حديث كتير جدا وكبير جدا عن اللعيبة المحترفين المتألقين في الدوريات الأوروبية. لو هنتكلم عن محمد صلاح في البريمير ليج، ومعاه أكيد سام مرسي في البريمير ليج، وكمان شفنا تألق لمحمد عبد المنعم في الدوري الفرنسي، وأيضا كان في تألق لعمر مرموش في الدوري الألماني. خلينا نتكلم عن لاعب وقد إيه التألق ده بيكون يعني مردوده إيجابي بشكل كبير جدا، سواء على المنتخب أو على الكرة المصرية بشكل عام، أو قد إيه هم سفرة أو خير سفرة بالنسبة للمصريين في الأماكن اللي بيلعبوا فيها، وأكيد في المجال اللي بيقدموه. طبعا هو الموسم دوت بالذات ما شاء الله، يعني احنا كل جوله والثانيه بنلاقي اضواء ايجابيه بالنسبه لمحترفينا المصريين. لو هنتكلم عن صلاح مثلا، صلاح دلوقتي بقى الهداف التاريخي لليفربول في البريمير ليج، وده حاجه مش سهله باي شكل من الاشكال ان انا اكون الهداف التاريخي لفريقي في مسابقه هي الاكبر في العالم هي الثانيه. محمد صلاح بالجول اللي احرزه امبارح في برايتون وصل ل 164 هدف، الهداف هو كان بيشارك الصداره مع روبي فاولر الهداف الانجليزي الكبير لليفربول، لكن الهدف اللي جابه امبارح صلاح وهدف جميل وهدف فوز ليفربول على برايتون بعد ما كانوا متاخرين في النتيجه، بقى رصيده 164 هدف، بقى هداف ليفربول تاريخ في البريمير ليج. وطبعا عايزين بس صحيح الفرق بين البريمير ليج والدوري الانجليزي، لان الدوري الانجليزي بشكل عام بادئ من القرن ال 19 صحيح، لكن ده المسمى الجديد البريمير ليج للدوري الانجليزي. مظبوط، موسم 92 93 محمد صلاح بقى هداف ليفربول التاريخ في البريمير ليج، فده رقم صعب يتمناه اي مهاجم مع اي فريق موجود أكيد. في البريمير ليج. ف
فصلاح عمل شيء عظيم جدا جدا. مساهمات صلاح طبعا قدام برايتون 16 جول ما بين تسجيل وصناعه، فده برضو شيء عظيم جدا جدا. نروح بقى من محمد صلاح لعمر مرموش في البوندس ليج. مرموش، طب قبل ما ننقل على البوندس ليج خلينا مكملين في البريمير ليج، ويمكن بقى عندنا برضو لاعب اخر بيشرف الكوره المصريه هناك، سام مرسي اللي قدر ان هو يصعد بفريق ابسويتش تاون، وكان ليه مساهمه كبيره جدا في صعود ابسويتش تاون للدوري الانجليزي الممتاز او البريمير ليج. شفنا امبارح ان هو بيساهم في تعادل فريق وصاد فريق ليستر سيتي، اداء مميز جدا للاعب ده، واكيد الكل متوقع ليه ان هو مع مرور الوقت ان شاء الله يكون بيثبت نفسه اكتر في البريمير ليج، وان شاء الله نشوفه في انديه افضل كمان من ابسويتش تاون في الاوقات القادمه. هو سام مرسي الميزه الكبيره كمان من صعوده مع ابسويتش تاون ان هو صعد وهو قائد للفريق، صحيح، كابتن الفريق، صحيح، فده برضو حاجه تحسب ليه جدا وكبيره تحسب ليه جدا ان هو يقود الفريق بقاله اكتر من موسم في الليج 1 وبعد كده الشامبيون شيب اللي هو الدرجه الثانيه، بعد كده الدرجه الاولى، بعد كده التاهل للثانيه الليج، وهو قائد وكابتن للفريق. احنا عندنا قائد مصري لنادي البريمير ليج، ده شيء عظيم جدا جدا. وكمان احنا لو بنتكلم عن بطوله الشامبيون شيب فهي واحده من اقوى الدوريات في العالم، برضو بتيجي بعد البريمير ليج، هي بطوله صعبه جدا، منافسات قويه جدا جدا جدا، احنا مش بنتكلم عن بطوله سهله. طبعا احنا بنتكلم على عدد كبير من المباريات، بنتكلم في 46 جوله، انديه كبيره جدا جدا بتلعب بلاي اوف كمان ما بين غير بقى الاول والثاني اللي بيصعدوا من الثالث للسادس، موال ثاني وحدوته ثانيه خالص، فاحنا بنتكلم على بطوله صعبه فعلا. فكان مستحق فعلا تاهل ابسويتش تاون، وسام مرسي كقائد للفريق عمل شغل عظيم جدا جدا، وهو بيبدا اول موسم مع ابسويتش تاون في الثانيه دي، نتمنى له باذن الله تعالى كل التوفيق. هم محققين النتائج قياسا ان هم طالعين من الشامبيون شيب بريمير ليج، تعتبر نتائج نوعا ما جيده، نوعا ما نتمنى له الافضل، نتمنى لهم الافضل ان شاء الله، وكل محترفينا اللي بيلعبوا في البريمير ليج او في البيج فايف ليج ان شاء الله يشرفونا. طيب تعالى بقى ننقل على البونز ليجا او الدوري الالماني، ونشوف امبارح عمل ايه عمر مرموش، واكيد كان عنده مساهمات في فوز فريقه، فوز كبير جدا على فريق بوخوم بنتيجه 7-2. مرموش عامل لغايه دلوقتي سيزون عظيم جدا 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 فعلا، ما شاء الله عليه. مع اينتس فرانكفورت مرموش كسر رقم تاريخي في اينتس فرانكفورت، وبالنسبه لمهاجمين اينتس فرانكفورت اللي هو اول لاعب في تاريخ اينتس فرانكفورت يجيب 10 اهداف في 9 في اول 9 مباريات. ده شيء عظيم جدا جدا، ريكورد ما شفناهوش في اينتس فرانكفورت. يمكن اللي كان عامل ريكورد مقارب دي كان المهاجم الغاني المعروف جدا جدا انتوني بوا، جاب 9 اهداف في 9 مباريات. لا، عمر مرموش جايب 10 اهداف في 9 مباريات، طبعا ده غير بقى الاسيست، هو التوب في التوب اسيست، هو اكثر من صنع اهداف، صحيح، في البوندس ليجا برصيد 6 اهداف، وهو عامل مساهمات كثيره جدا جدا مع اينتراخت فرانكفورت. فمرموش بيقدم مستوى عظيم جدا 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 مع اينتراخت في البوندس ليجا، وكمان في اليوروبا ليج مع اينتراخت فرانكفورت. اتمنى له يا رب ان شاء الله ان هو يكمل يثبت على مستواه، يكمل على نفس النسق. شفنا تألقه الكبير جدا قدام بايرن ميونخ، المباراه اللي انتهت 3-3، عمل مباراه عظيمه جدا جدا، كان كل اللي فات برضه قدام بايرن ميونخ عمل مباراه عظيمه جدا، المباراه اللي انتهت 5-1 لاينتس فرانكفورت. هو بيكمل على مستواه العظيم جدا، والمستوى المذهل لمرموش بيكمل على مستواه لغايه دلوقتي، نتمنى له يا رب كل التوفيق، يكمل يبقى سفير، نعود بقى بسفرائنا في البوندسليجا بعد هاني، كابتن هاني رملي، كابتن محمد زيدان، وعمر مرموش كمان جاي باذن الله يكمل على مستواه ان شاء الله، واكيد باذن الله هنشوفه في انديه اقوى واعلى من اينتراخت فرانكفورت في المستقبل القريب ان شاء الله. بالنسبة للدوري الفرنسي أكيد عندنا اثنين لعيبة مميزين جدا، مصطفى محمد مع فريق نانت، وكمان مع فريق نيس عندنا واحد من أهم المدافعين المصريين محمد عبد المنعم. محمد عبد المنعم شفناه امبارح يشارك في مباراة فريقه. خليني أسألك عن محمد عبد المنعم وعن مصطفى محمد، وقد إيه اللعيبة بيكونوا بيستفيدوا من وجودهم في الدوري الفرنسي، وهل تتوقع ليهم إن هم يكونوا بينتقلوا لأماكن تانية مع الميركاتو الشتوي القادم؟ طيب احنا بنتكلم على محمد عبد المنعم لانه حاله خاصه، ليه؟ لان عبد المنعم الكل توقع ان هو طالع من هنا من النادي الاهلي بعد الفوز بدوري ابطال افريقيا هيروح الدوري الفرنسي مع نيس هيشارك على طول، وده ما حصلش. صح، ده ما حصلش بسبب
اسباب كتير جدا جدا، اسباب طبيعيه جدا، ان اختلاف المستوى ما بين انا طبعا من الدوري المحلي لدوري من اكبر الدوريات في اوروبا، اكيد من التوب فايف زي ما بنتكلم دايما طبعا. فكون ان محمد عبد المنعم يوصل من انه بيبقى شارك لبعض الدقائق وبعد كده بيقعد على دكه البودلة وبعد كده بيشارك بشكل اساسي من بعد تجمع اكتوبر، بعد توقف الدوري لاكتوبر مع منتخب مصر لما لعب قدام موريتانيا الماتشين، على طول بقى في التشكيل الاساسي لفريق نيس بيلعب ناحيه الشمال او ناحيه اليمين كسنتر باك، لانه هو فريق نيس بيلعب بثلاثه في قلوب ثلاثه قلوب دفاع، بيلعب ناحيه الشمال بيأدي بشكل ممتاز، بيلعب ناحيه اليمين بيأدي بشكل ممتاز، مقدم مستوى مميز جدا. فهو ده الصبر، هو ده اللي كان مطلوب من عبد المنعم. ما يستعجلش، الناس هنا كانت متذمره شويه، ازاي واحد بقيمه محمد عبد المنعم ان هو يقعد؟ لا يقعد، ما فيش مشكله خالص، يتفرج صحيح ويتابع. الفرق في المستويات كبير، وده اللي بيوصله واحده واحده انه بيشارك بشكل اساسي دلوقتي صحيح. رابع مباراه على التوالي، وده اكيد بياخدنا كمان لبدايات محمد صلاح. يعني احنا كنا بنشوف محمد صلاح لما كان مع تشيلسي، لما كان كمان في بدايته في الدوري الايطالي ما كناش بنشوفه بيشارك، يعني يمكن قعد فتره طويله ما بيشاركش في تشيلسي، دلوقتي هو واحد من اهم وافضل واعظم لعيبه البريمير ليج. طبعا لان النقله من ساعه صلاح ما بين بازل وتشيلسي كانت نقله كبيره جدا، طبعا بين الاهلي ونيس طبعا مع فرق الانديه، لكن نقله كبيره جدا جدا من بازل في سويسرا وهو كان بيشارك، كان هداف الفريق وشارك في اليوروبا ليج والمسابقات الاوروبيه مع بازل واحرز اهداف في تشيلسي، ده الامر اللي خلى تشيلسي يتعاقد مع محمد صلاح. ما شاركش كتير، بدا هو هل هو هيقعد؟ هل هو هيتذمر؟ لا، طلع على طول اعراض، راح فيورنتينا، راح روما، وتالق مع روما بشكل عظيم جدا جدا، فبقى راح ليفربول واصبح يعني خلاص هو صلاح بقى البراند العظيم جدا، هو هداف التاريخي ليفربول دلوقتي. طبعا فهنتكلم على الصبر، احنا مطلوب من لاعبتنا الصبر، وده اللي بيتميز بصلاح. صحيح، اللي شغال عليه محمد عبد المنعم بشكل كويس، ده شغال عليه مصطفى محمد بشكل كويس مع تذبذب مشاركاته طبعا، دي لاسباب انا شايفها غير فنيه على الاطلاق ما بينه وما بين المدير الفني لينونج. فنتمنى لهم كل التوفيق. هو الصبر، اللعيبه اللي بتطلع بره لازم تصبر، لان النقله نقله كبيره جدا، ان مستوى يحتاج صبر جدا علشان اوصل لمعدل عالي او لمستوى صحيح عالي يرقيني بعد كده. اتفق معاك جدا. لباريس سان جيرمان مثلا، لمارسيليا، لليل، لانديه كبيره في فرنسا، وممكن بعد كده اطلع من الدوري الفرنسي اروح بقى للدوري الايطالي، للدوري الالماني، للدوري الاسباني، للدوري الانجليزي. فاتمنى ان شاء الله يا رب التوفيق لعبد المنعم، ماشي بشكل كويس جدا جدا في التوقف. لو نفتكر التجمع الاول لمنتخب مصر لما اعتذر لكابتن حسام وقال انا عايز اقعد شويه عشان اكون بركز اكتر، صحيح فاهم جدا، ده شيء عظيم جدا من كابتن حسام حسن، فاهم وقتها ياخد على الاجواء، وده بياخد اول خطوه لعبد المنعم دلوقتي بيشارك بشكل مستمر وبارقام كويسه جدا جدا مقياسا ببداياته مع نيك. فنتمنى له ان شاء الله يا رب كل التوفيق. يا رب. بشكرك جدا محمد عادل المحلل الرياضي، اكيد نورتنا النهارده، واكيد بنتمنى كل التوفيق لكل محترفينا في الخارج، سواء اللي تالقوا بالفعل مزيد من التالق، واللي لسه بيكونوا بيحاولوا ان شاء الله يعني نشوفهم بيتالقوا في السنين او في الفترات القادمه، ونشوفهم في افضل مكان ويكونوا دايما بيشرفوا الكوره المصريه وخير سفرة لمصر بشكل عام. مشاهدينا نطلع مع حضراتكم سريعا لفاصل، بعد الفاصل هنرجع ونكمل بقيه فقراتنا هنا في صباح اون تايم، خليكم معانا. رجعنا سريعا، لسه مكملين مع حضراتكم فقراتنا هنا في صباح اون تايم. ويمكن قبل الفاصل كنا بنتناول الحديث عن الدوريات الاوروبيه وكمان عن الدوري المصري الممتاز او دوري النايل بمسماه الجديد. نروح معاكم دلوقتي للحديث عن دوري القسم تاني الف. النهارده هيكون في انطلاقه لمرحله منافسات الجوله الخامسه، بدانا خلاص ندخل بقى في مرحله الجد، وبدا كمان جدول الترتيب يكون ليه شكل مميز جدا في المنافسه. وطبعا البطوله دي يعني منقولة عبر شاشات تلفزيون اون تايم سبورتس زي ما حضراتكم اكيد عارفين وتقدروا تتابعوها معانا. النهارده هيكون في خمس مباريات، القناه هتكون بتقابل المنصوره الساعه 2:30 نفس التوقيت، السكه الحديد وطنطا وبرده في نفس التوقيت، ومع منتخب السويس وفي نفس التوقيت الساعه 2:30 كهرباء الاسماعيليه مع وادي دجله، وفي نفس التوقيت ابو قير للاسمده مع لافيينا.
القناة مع المنصورة أكيد دي مواجهة مهمة جدا بالنسبة للفرقتين. المنصورة رصيده دلوقتي 0 من النقاط وفي موقف صعب جدا من البداية، في المقابل القناة معاه 7 نقاط في المركز الخامس. المباراة الثانية هي مباراة السكة الحديد مع طنطا، لقاء بيحمل نفس الأهمية. السكة الحديد برضو معاه دلوقتي 4 نقط في المركز ال14، خسر آخر مباراة كانت قصاده وادي دجلة، في المقابل طنطا في موقف صعب جدا ويمكن أصعب منه ومعاه نقطة واحدة بس في المركز القبل الأخير، وآخر مباراة برضه خسرها قصاد فريق أبو قير للأسمدة. المباراة الثالثة هتجمع المصرية للاتصالات مع فريق منتخب السويس، الفرقتين قريبين برضه من بعض. المصرية للاتصالات معاها دلوقتي 5 نقط ومنتخب السويس بيكون معاه 4 نقط. المباراة الرابعة هي مباراة بتجمع ما بين كهرباء الإسماعيلية ووادي دجلة. كهرباء الإسماعيلية معاه 7 نقاط وهو في طبعا يعني مركز كويس، في المقابل وادي دجله بيقدم موسم مميز جدا معاه 10 نقاط وفي المركز الثاني متساوي مع المقاولين العرب صاحب الصداره بنفس الرصيد. اخر مباراه اكيد هتجمع ابو قير للاسمده مع فريق لافيانا، والفرقتين عندهم طموح كبير جدا، اكيد عندهم طموح للمكسب. ابو قير للاسمده معاه دلوقتي 7 نقط هو في المركز السادس، في المقابل لافيانا معاه دلوقتي 5 نقط وهو في المركز العاشر. فكل التوفيق أكيد بنتمناه للجميع النهاردة مع انطلاقة المنافسات الخاصة بالجولة الخامسة من دوري القسم الثاني ألف. ومن الحديث عن دوري القسم الثاني ألف نروح مع حضراتكم سريعا لفقرتنا الإخبارية اليومية المعتادة وهي فقرة On Fire News. هنبتدي النهاردة فقرتنا الإخبارية من عند منتخب مصر، والساعات اللي فاتت دي شهدت التواصل ما بين الدكتور محمد أبو العلا رئيس الجهاز الطبي لمنتخب مصر مع الجهاز الطبي لنادي الزمالك برئاسة الدكتور محمد أسامة، طلب الحصول على تقرير شامل عن إصابة أحمد مصطفى زيزو لمعرفة مدى قوة الإصابة الخاصة باللاعب وتحديد كمان موقفه مرات القادمة بناء على طلب من الجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام حسن. طبيب نادي الزمالك بلغ رئيس الجهاز الطبي لمنتخب مصر ان زيزو اتعرض للاصابه بمزق من الدرجه الاولى في العضله الخلفيه، وهو محتاج لفتره راحه لمده 2 أسبوع قبل ما يرجع مره ثانيه عشان يشارك في التدريبات الجماعيه وفي المباريات. فاعتقد ان هو بنسبه كبيره جدا زيزو مش هيكون موجود في معسكر الفراعنه القادم استعدادا للمواجهات القادمه كابفيردي وبوتسوانا والمقرر ليهم في ايام 15 و19 من نوفمبر في الجوله الخامسه والسادسه من التصفيات المؤهله لكاس الامم الافريقيه 2025 في المغرب. نروح معاكم لاتحاد الكوره ورد مصدر مسؤول جوه الاتحاد على طلب النادي الاهلي لتعيين خبير اجنبي لاداره منظومه التحكيم بدلا من اللجنه الحاليه برئاسه محمد فاروق، واكد على ان المجلس الحالي لا يتعنت ضد طلب النادي الاهلي او اي نادي اخر، لكن الامر متروك للمجلس الجديد واللي هيتولى اداره الاتحاد خلال ال4 سنوات المقبله. واضاف المصدر نقدر طلب النادي الاهلي ونبحث إمكانية تنفيذه، لكن بنسبة كبيرة القرار سيكون من اختصاص مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد. تابع كمان لا نمانع فكرة تعيين حكام أجانب لمباريات النادي الأهلي أو أي فريق في الدوري بشرط إبلاغنا قبل أي مباراة ب10 أيام وسداد $40,000 في خزينة اتحاد الكرة. المجلس الحالي برئاسة جمال علام بيتمنى من جميع الأندية مساندة الحكام المصريين، واللجنة الحالية بتعمل كل جهد من أجل معالجة الأخطاء ومن الصعب التقييم في الأسبوع الأول من الدوري. نروح معاكم لمنتخب الشباب والبرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب الشباب لمواليد 2005 اتفق مع مسؤولين اتحاد الكورة برئاسة جمال علام على لائحة خاصة بتتضمن مكافآت للعيبة عشان يتم تحفيزهم ان هم يحققوا الانتصارات في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية للشباب. منتخب الشباب بيخوض معسكر في الوقت الحالي في مشروع الهدف 6 أكتوبر استعدادا لدورة شمال أفريقيا في الفترة من 14 ل 26 نوفمبر الجاري مع منتخبات المغرب والجزائر وتونس وليبيا.
مشاهدينا هنطلع دلوقتي مع حضراتكم سريعا لفاصل، وبعد الفاصل هنرجع وهنستقبل ضيفنا المميز جدا نجم نجوم نادي الزمالك كابتن هشام يكن.